أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. نتعرف من خلالها إلى الطائفة السامرية التي تؤمن بالتوراة، من هي وأين توجد وبماذا تختلف عن اليهودية؟ أما في موريتانيا فسنرافق بعض المنقبين عن الذهب هناك، حيث الحلم بالثراء يمتزج بمغامرة ربما تؤدي إلى الموت. وإلى تركيا سنجول في ورش الأسلحة التقليدية ونتعرف على مسدس ترابزون الذي يحتل موقعا مميزا عالميا. وقبل نهاية الحلقة سيأخذنا الزميل عمر الورفي لنشاهد أنواع البن اليمني الأشهر عالميا. أهلا بكم. يؤمنون بالتوراة لكنهم ليسوا كاليهود، إنهم السامريون، يعيشون في فلسطين منذ أكثر من 3500 عام، وتحديدا في جبل جرزيم قرب مدينة نابلس. يختلفون عن اليهود عقائديا، فعندهم القدس مثلا ليست يهودية، ويعتبرون أنفسهم فلسطينيين. إبراهيم خلف ينقل لنا قصة هذه الطائفة الأصغر في العالم، والتي يبلغ عدد أتباعها حوالي 800 شخص فقط. هي صلوات بالعبرية القديمة يؤديها أتباع الطائفة السامرية. هنا في قلب الضفة الغربية وعلى قمة جبل جرزيم، يتخذ السامريون من هذا الجبل قبلة لهم في صلاتهم، ويحجون إليه 3 مرات في العام لاعتقادهم أنه أقدس بقعة في العالم. يعرف أتباع الطائفة السامرية أنفسهم بأنهم أصل بني إسرائيل وليس اليهود، ويقولون إنهم يملكون أقدم توراة في العالم وعمرها 3550 عاماً. في الحي الخاص بهم التقينا حاخامهم الأكبر عبد الله واصف. إحنا نؤمن 5 أشياء، اللي بآمنش فيهم ما يعد سامري: وحدانية الله، موسى نبي، توراة منزلة، جبل جرزيم قبلتنا، ويوم الحساب يوم القيامة. يقول السامريون إنهم ينحدرون من نسل أفرايم والنبي يوسف عليه السلام، وينفون ادعاءات طوائف اليهود بوجود الهيكل في القدس استنادا للتوراة السامرية التي ورد فيها جبل جرزيم 13 مرة. فإحنا لا نؤمن بالقدس، إحنا نؤمن القدس الإسلامية. القدس ما ذكر بالتوراة إن مثلا عبرانية يهودية سامرية. خلاف تعود جذوره إلى انقسام مملكة إسرائيل القديمة إلى مملكتي يهوذا في الجنوب والسامرة في الشمال، انقسام يصل إلى حد العداء، فعامة اليهود يكفرون كل ما هو سامري، فيما يعتبر السامريون طوائف اليهود منشقين. شيما إسرائيل، شيما إلوين وشيماد، وإبطائت شيما إلوك. ويختلف السامريون مع طوائف اليهود في أكثر من 7000 قضية، خصوصا بشأن ما ورد في نسخة التوراة غير السامرية التي يقولون إنها محرفة وتعود لعام 586 قبل الميلاد، أي قريبا من العصر الذي سميت فيه ديانة بني إسرائيل باليهودية. ويعتبر السامريون أنفسهم فلسطينيين رغم أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية بالإضافة للهوية الفلسطينية والجنسية الأردنية. أنا مذهبي إسرائيلي ولست يهودي. إذا بتيجي تنعتني باليهودية أنا إهانة إلي، لشأنه كأنه غيرت الجبل المقدس، غيرت التوراة، غيرت. أنا مذهبي إسرائيلي، أنا السلالة الحقيقية للشعب، لكن أنا جنسيتي فلسطينية. و
ويحتفل السامريون سنويا وفقا لتقييم خاص بهم بسبعة أعياد، أبرزها عيد الفصح الذي يشير إلى ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر وتحررهم من العبودية، إضافة لأعياد العرش والحصاد والفطير. بالرغم من مرور أكثر من 3500 عام، يحافظ السامريون على طقوسهم وتعاليم دينهم بدقة. طائفة ترفض وصفها باليهودية وترى بأنها الممثل الحقيقي الأصيل لبني إسرائيل. ويقدر عدد أبناء الطائفة السامرية ب820 شخصاً، يعيش نصفهم منذ الخمسينيات في مدينة حولون داخل أراضي 48 ويعملون في التجارة، وعرف عن براعتهم في علم الفلك. وللحفاظ على لغتهم القديمة يحرص السامريون على تعليمها لأبنائهم منذ الصغر، كما لا يتزوج السامري إلا من سامرية باستثناء حالات خاصة عندما طغت نسبة الذكور على نسبة الإناث في الطائفة قبل سنوات، فأجاز حينها الكاهن الأكبر الزواج من خارج الطائفة لضمان استمرارها. والفتاة السامرية عندنا بسبب قلة الفتيات بتلاقي إنه الشباب يعني ما بيصدقوا يلاقوا فتاة سامرية إنه يقدر يتزوجها لأنه يأسس عيلة، فبتلاقينا بقولوا عنا شايفين حالنا شوي. ويسعى السامريون بكل الوسائل للحفاظ على أنفسهم مع قلة عددهم، ويصرون على دحض الادعاءات الصهيونية مؤكدين على حق الفلسطينيين في أرضهم. إبراهيم خلف، TRT عربي، جبل جرزيم، الضفة الغربية المحتلة. يعمل أكثر من 300 ألف موريتاني في التنقيب عن الذهب بطرق بدائية تحمل العديد من المخاطر ولا تخلو من المغامرة، ومن بينهم من باع أملاكه لتأمين نفقات عملية البحث أملا في تحقيق الثراء. وتقدر عائدات التنقيب التقليدي عن الذهب في موريتانيا بنحو 300 مليون دولار أمريكي سنويا. الزميل محمد ناجي رصد محاولات مجموعة من المنقبين عن الذهب أثناء عمليات حفرهم وبحثهم عن المعدن النفيس ليروي لنا جانبا من قصصهم ومعاناتهم. أكثر من 30,000 منقب عن الذهب يعبرون هذه الصحراء الوعرة والسهول الممتدة بحثاً عن المعدن الأصفر وأحلام الثراء. السلام عليكم ورحمة الله. وليس الوصول إلى مناطق التنقيب عنه بالخيار سهل، خصوصاً للعابرين الجدد. هنا منطقة تازيازت على بعد مئات الأميال من العاصمة الموريتانية نواكشوط، وهي منطقة باتت معروفة لدى المنقبين ويقيم فيها الآلاف منهم. والوصول إلى الذهب مغامرة شاقة تتطلب جهودا مضنية من الحفر في الطبقات الصخرية تمتد لأشهر أحيانا دون جدوى. سيدي محمد شاب موريتاني عاطل عن العمل يسعى منذ أشهر وراء حلمه بالعثور على الذهب، لكن مدة رحلة البحث غير محددة. جيتونا تعمدي لفترة من الزمن وجينا للحاسي وقدنا نجهره والحقنا فيه ضركة ثمين وقفت، ويوم مزلنا مواصلين معاه كان نجبره الحجرة دي فيها مؤشر للذهب إن شاء الله، والآن نترجع من الله التوفيق. ومن بين المنقبين من باع جميع ما يملك لتأمين نفقات رحلة البحث عن الذهب والثراء، فيما ترك آخرون أعمالهم خارج البلاد طمعاً في العثور على المعدن النفيس. مناقب هناك منذ سنتين، وقبل ذلك كنت أعمل في الخارج، ولكن اخترت هذا المجال لأنه استثمار في البلد، وجئت من الخارج استثمرت بممتلكاتي أنا الخاصة. الحفر في أعماق الأرض للحصول على الذهب محفوف بالمخاطر، فقد سجلت عدة وفيات على مدى السنوات الماضية بسبب انهيار بعض الحفر على المنقبين، علاوة على إصابات خطرة يتعرضون لها وسط انعدام أي مراكز صحية أو إسعاف في مناطق التنقيب.
فالطريق إلى الذهب هنا محفوفة بالمخاطر. في يوم ماضي هون واحد طاح لي حاسي فوت ثلاث سوايع بقيد الحياة، وبعد ذلك انتقل إلى جبل ربه. لو أنه ممكن أن يكون، لو أنه رأى الإسعافات الأولية هون موجودة يكون ما 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 ما, ما لم ينتهي. يواصل المنقبون الحفر عموديا للوصول إلى الطبقة الصخرية التي يعتقدون أنها تحتوي على الذهب، لتبدأ مرحلة تكسيرها ونقلها إلى أماكن مخصصة لمعالجتها، والتي في أغلب الأحيان لا يجدون فيها شيئا. سراب الصحراء لم يعد سرابا في عيون المنقبين والباحثين عن الثراء السريع، وبالنسبة لهؤلاء المنقبين قد تخفي كل ذرة رمل وراءها قطعة ذهب محتملة، لتبدأ مرحلة طحن الحجارة وإزالة الشوائب عنها بطرق تقليدية لا تخلو بدورها من مخاطرة. ففي هذا المجمع شبه الصناعي الذي أقامته السلطات الموريتانية لتقليل الأضرار البيئية، يتم طحن الحجارة وإضافة مادة الزئبق ذات المخاطر الصحية الكبيرة دون مراعاة لإجراءات السلامة والحماية الشخصية، وهو ما قد يهدد بحدوث كوارث صحية مستقبلاً حسب مراقبين. وتتطلب عملية البحث عن الذهب الكثير من الصبر وإجراءات دقيقة وشاقة لا تخلو من الخطر قبل أن تصل إلى المختص في إزالة الشوائب التي تبقى عالقة في المعدن النفيس قبل أن يتحول إلى ذهب صاف. يقول هاي المادة اللي قال الذهب تأخذ لها مراحل، شيء قال إعادة، شيء قال تصنيع الذهب التقليدي، تصنيع التقليدي للذهب. لكن تصنيع التقليدي يأخذ لها مراحل، المرحلة الأولى تجيك المادة مازالت في يمكنها الصفات مازالش فيها انقال الزئبق، لكن المادة اللي نجيب تؤد فيها مواد كيميائية كيف النحاس كيف الحديد تأخذ المرحلة الأولى يستخرج منها هذه المواد الكيميائية ندى لها مادة انقالها أسيد، لكن المادة اللي انقالها أسيد لا تصغر شيء انقاله الحديد، إن كانت فيها نسبة من النحاس لابد نمشي انقاله ندورها على النار. لا يتحدث المنقب كثيراً عن حجم حصاده من الذهب خوفاً من تأثير ذلك على حظوظه في العثور على المعدن الأصفر من وجهة نظر عقائدية. 300 مليون دولار أمريكي هي عائدات قطاع التنقيب التقليدي عن الذهب على الاقتصاد الموريتاني، ويتوقع حسب منقبين أن تتضاعف هذه العائدات مستقبلاً إذا توفرت الشروط التنظيمية لذلك. محمد ناجي، تي آر تي عربي، مقاطعة الشامي، شمال موريتانيا. تشتهر ولاية ترابزون بصناعة الأسلحة البيضاء والأسلحة التقليدية، وتزخر بمئات المشاغل والمتاجر التي تنتجها بأشكال مختلفة. هذه الشهرة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تطورت في عام 1993 عندما افتتح في الولاية مصنع تيساش الذي اشتهر بتصنيع واحد من أفضل 20 مسدسا على مستوى العالم. الزميل محمد مجدي زار العديد من هذه الورشات التقليدية والمصنع ليروي لنا جانبا من قصة الولاية في صناعة الأسلحة البيضاء والبنادق الآلية. على ساحل البحر الأسود شمال شرقي تركيا، حيث ولاية طرابزون التي باتت تشتهر بصناعة الأسلحة التقليدية. بشرق ولاية طرابزون تقع مدينة سورمينا التي تعرف بصناعة الخناجر والسيوف التقليدية، حيث مئات الورش والمتاجر. يوسف أقدنيز هو أحد أقدم الذين تخصصوا في هذه الحرفة قبل أكثر من 50 عاماً. أبدع فيها بصناعة قطع فنية في غاية الإتقان، والتي أضحت جزءاً من هوية المكان. هذه الصناعة انتقلت من الروم إلى أجدادنا، ومن أجدادنا إلى آبائنا، ثم إلينا، ونحن نعلمها لأبنائنا وأحفادنا. طورنا هذه الصناعة ووصلنا بها إلى المعايير العالمية. في كل الدنيا تشتهر سورمينا بأجود وأحد أنواع سكاكين الصيد والمناجل، حيث تأتي في المرتبة الأولى. صناعة الأسلحة البيضاء لم تقتصر على الورش الصغيرة، بعد أن تأسست عدة مصانع متخصصة بصناعة السكاكين
بأنواعها وأشكالها المختلفة لتصدر إلى مختلف أرجاء العالم. تحتوي مدينة سورمينا على العديد من المعارض التي تبيع الأسلحة اليدوية، ما جعلها تشتهر بهذه المنتجات على المستويين العالمي والمحلي. Hele hele son dönemlerde bir marka haline dönüşen Sürmene bıçağında. في الآونة الأخيرة تحولت سكاكين سورمينا إلى ماركة عالمية. نحن لدينا أمهر الصناع، ما جعل منتجاتنا تتميز بحدتها، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة التي نتبعها في صناعتها، وهذا جلي بمنتجاتنا. نماذج متعددة لسيوف تاريخية وخناجر تجمع بين أصالة الماضي وتطور الصناعة، يقبل العديد من السياح على اقتنائها كتحف فنية. أدخلت طرابزون جانبا من ثقافتها من خلال نقوشات وزخارف على الأسلحة الخفيفة والخناجر التي تصنعها والتي أصبحت تتميز بها. وعلاوة على صناعة الأسلحة البيضاء التقليدية، عرفت الولاية بصناعة المسدسات والبنادق الآلية، مسدسات مزخرفة وبنادق تحمل نقوشاً فنية تميزها عن نظيراتها على مستوى العالم، بالإضافة إلى كفاءتها ومواصفاتها العالمية التي أكسبتها شهرة وانتشاراً واسعين. فكان مصنع تيساش الذي تأسس كأول منشأة لصناعة المسدسات والبنادق الآلية بالولاية عام 1993. أكثر من 48 نوعاً من الأسلحة الخفيفة يتم تصنيعها هنا، وفقاً لآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال التسليح، بجودة منافسة عالمياً وبأسعار أقل من مثيلاتها. مصنع طرابزون هو أحد مصانع السلاح بتركيا. نعمل منذ أكثر من 27 عاماً في صناعة المسدسات، وحديثاً أنتجنا البنادق الآلية المتطورة بشكل محلي بالكامل. نقوم بتزويد القوات التركية بمنتجاتنا إلى جانب صادراتنا للعديد من الدول. أكثر من 750 ألف قطعة سلاح تم إنتاجها هنا حتى منتصف عام 2020، لتصديرها إلى أكثر من 50 بلداً حول العالم، لتتوج الشركة إنتاجها بمسدس زيجانا الذي صنف عام 2019 ضمن أفضل 20 مسدساً على مستوى العالم. صناعة جمعت بين أصالة الماضي وتكنولوجيا وتطور الحاضر لتنتج مختلفة أصناف الأسلحة الخفيفة التي باتت تشكل علامة مميزة. محمد مجدي، تي آر تي عربية، طرابزون. مصادر تاريخية قالت إن اليمنيين زرعوا البن، لكن العثمانيين نجحوا في طهيه وتحويله إلى شراب نحتسيه في الصباح والمساء، في المقاهي والمنازل وأماكن العمل، نقدمه للضيوف وفي الأعراس وخيم العزاء، وغالبا ما ارتبط اسم اليمن بالقهوة أو بشجرة البن تاريخيا، وسط إشارة بعض الدراسات إلى أن اليمنيين هم أول من زرعه وأول من جعله سلعة اقتصادية قابلة للتبادل التجاري، حيث كانوا يصدرونه عبر ميناء المخاء جنوب غرب البلاد إلى العالم. الزميل عمر الورفي يروي لنا جانبا من قصة البن اليمني وخصائصه وطرق زراعته وأسباب تراجع إنتاجه مؤخرا. هكذا تبدو اليوم جبال منطقة حراز جنوبي غربي العاصمة صنعاء، مكسوة بأشجار البن التي عاد يزرعها سكان هذه القرى قبل نحو 3 سنوات، في خطوة لإعادة أحياء زراعة وتجارة البن بعد أن تراجعت خلال العقدين الماضيين بسبب الحرب والصراعات ولحساب زراعة القات. الظروف والتضاريس المناخية التي يزرع فيها هي التي جعلت منه مميزا في المذاق ومتفردا بالجودة، فمناخها المعتدل وجبالها الشاهقة وديانها الغائرة تشكيلة مناخية وتضاريسية أنعم بها الله على اليمن. فبعد أن ساءت ظروف المزارعين في اليمن وتراجع دخلهم خلال السنوات الأخيرة،
عاد أغلبهم في مختلف المناطق الشهيرة بزراعة البن، والتي يرتفع بعضها عن سطح البحر بنحو 3000 متر، إلى زراعة أشهر أنواعه كالإسماعيلي والمطري والحواري والآنسي لتحسين أوضاعهم المعيشية. استبدلنا شجرة القات بشجرة البن، وهي أفضل بزراعتها وبدخلها وباستثمارها أحسن من شجرة القات، والحمد لله الآن إحنا أحسن من ما كنا نزرع القات يعني أكثر وأكثر. وتقدر مساحة الأراضي المزروعة بالبن حاليا في البلاد بنحو 35,000 هكتار، ويصنفه المزارعون وفقا لشكل حبوبه، فمنه التفاحي الذي يعد أجوده، والبراعي والدوائري والعديني. أما عملية حصاده فتمر بمراحل عديدة. عملية التنقية هي إخراج الحبات الغير ناضجة الذي ذات اللون الأصفر أو اللون البرتقالي أو اللون الأسود، بعد ذلك نقوم يعني الحبات الحمراء نضعها على السراير هذه الذي أمامكم لمدة من 14 يوم إلى 20 يوم بحسب ظهور الشمس وتجفيفها في المنطقة. هذه العملية مهمة جدا لأنها تبين لنا مدى جودة البن ومتى درجة الحموضة والحلاوة في حبات البن. كنز اليمن كما يصفه مزارع البن أو يتغنى به الشعراء، وبعد أن تراجعت تجارته بسبب الحرب وتداعياتها، ها هي اليوم مناطق عديدة تعود للتنافس في إنتاج أجود أنواعه لتصديرها إلى العالم والمساعدة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد. ويسعى اليوم جيل من الشباب الذي يعمل بإنتاج البن إلى إعادة تنظيم عملية تصديره من جديد إلى دول عديدة حول العالم رغم المنافسة العالمية، إلا أنهم يصرون على إعادة سمعة وجودة بن بلدهم. حماس الشباب وشغفهم في إنتاج البن والتزامهم بالمعايير الدولية أعاد إحياء هذا الموروث وجلب الرضا في الأسواق العالمية. هناك الكثير من المعوقات خصوصا في عملية الشحن والنقل والتصدير، وأيضا مؤخرا جائحة كورونا، ولكن نسعى جاهدين إلى التغلب على هذه المعوقات وهذه المشاكل. وتشير تقارير محلية إلى أن حجم إنتاج البن في اليمن حتى منتصف القرن الماضي كان يصل إلى نحو 60,000 طن سنويا، وكان يصدر منه أكثر من 40,000 طن. أما اليوم فتراجع حجم الإنتاج السنوي إلى نحو 20,000 طن، صدر منها العام الماضي نحو 5,000 طن. يتميز اليمن الذي اشتهر بإنتاج أجود أنواع القهوة على مستوى العالم بإعداد قهوة القشر التي تصنع من قشور حبات البن بعد فصلها عن البذور وتنقع في الماء لوقت طويل، من ثم تغلى على نار هادئة لساعات وسط أوان ومواقد تقليدية مصنوعة من الفخار ضمن تقاليد يمنية قديمة. عمر الورفي، تي آر تي عربي، صنعاء. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء في قصص جديدة في الحلقة القادمة.